نبدأ كالعادة مشاهدينا بصور عن تأثير تفشي فيروس كورونا على الحياة اليومية. والبداية من أحد ملاعب الجولف في سانت أندروس، وقد كتب على العشب تنبيه يذكر لاعبين بضرورة احترام التباعد الاجتماعي. يأتي ذلك بعد أن خففت اسكتلندا من إجراءات الحجر التي فرضتها جائحة كوفيد-19. أما هؤلاء المتظاهرون فقد تجمعوا في إحدى المدن الفرنسية للاحتجاج على قرار شركة السيارات رونو التخلي عن 15,000 موظف أو وظيفة في مختلف أنحاء العالم، بينها 4,600 في فرنسا وحدها. وإلى سيدني، وصورة لأحد المتظاهرين ضد إجراءات الإغلاق والحجر يرتدي قناعا مضادا للغاز. وبحسب المتظاهرين في الهايد بارك، فإن كوفيد-19 هو فيروس مفتعل، معلنين موقفهم المعارض للقاح المنتظر ولتقنية الـ5G التي ظن كثيرون في العالم أنها السبب وراء هذه الجائحة. ونختم مع هذه الصورة لمتظاهر يصرخ في وجه الشرطة في مظاهرة احتجاج على مقتل جورج فلويد على يد ضابط شرطة مينيابوليس في 25 من الشهر الجاري. والآن مشاهدينا إلى أبرز أخبار كورونا في مختلف أنحاء العالم، ونبدأ من البرازيل التي أصبحت الخامسة بين الدول التي سجلت أعلى معدلات للوفيات من جراء فيروس كورونا المستجد، إذ أحصت أكثر من 27,000 وفاة، لتتقدم بذلك على إسبانيا. والدول الأربع الأكثر تضررا من جراء الفيروس هي الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا. ومن حيث عدد الوفيات فإن البرازيل قد تتجاوز فرنسا قريبا، لكن العلماء يرون أن الأرقام الرسمية البرازيلية قد تكون أقل ب 15 مرة من الواقع، لأن السلطات لا تجري فحوصا على نطاق واسع. اعتقلت السلطات البوسنية الجمعة رئيس وزراء الاتحاد الكرواتي البوسني فاضل نوفاليتش عقب تحقيق يتعلق بصفقة شراء 100 جهاز تنفس اصطناعي من الصين لعلاج مرضى كوفيد-19. الصفقة التي تبلغ قيمتها 6 ملايين دولار أثارت الشبهات بعد أن تبين أن السلطات استأجرت خدمات شركة زراعية لا علاقة لها بالمجال الطبي للحصول على الأجهزة. وينتشر الفساد على مستوى واسع في البوسنة، إحدى أفقر الدول في أوروبا، وسجلت البوسنة نحو 2500 إصابة و150 وفاة من جراء الفيروس. أقرت الحكومة الإسبانية تقديم حد أدنى من المساعدات لكل فرد لمكافحة الفقر الذي تفاقم نتيجة انتشار كورونا وفرض إجراءات العزل في البلاد. وحدد الحد الأدنى لهذا الدخل الأساسي ب 462 يورو شهريا لكل بالغ يعيش بمفرده. أما العائلات فستحصل على 139 يورو شهريا لكل شخص إضافي سواء كان بالغا أو طفلا، مع تحديد سقف المساعدات عند 1015 يورو لكل أسرة. ويهدف الدخل الأدنى الأساسي الذي سيكلف 3 مليارات يورو سنويا إلى مكافحة الفقر المدقع الذي يؤثر على 600 ألف أسرة، أي نحو 1.6 ملايين شخص في البلاد.
تحسنت جودة الهواء في القاهرة الكبرى بنسبة 36% وفي المدن الساحلية والدلتا بنسبة تزيد على 40% بعد تطبيق إجراءات مكافحة كورونا. ويعود انخفاض نسب التلوث في الجو داخل القاهرة وبعض مدن الجمهورية إلى انخفاض حركة النقل الجوي وإغلاق المصانع التي تحيط بالعاصمة. سماء زرقاء صافية وشوارع أكثر هدوءاً ونيل أنقى، هذا هو حال مصر مع كورونا. الإجراءات التي فرضتها مصر لمكافحة انتشار الفيروس نهاية آذار الماضي كان لها أثر إيجابي في الحد من تلوث الهواء في القاهرة والمدن الكبرى الأخرى. لو تكلمنا عن الأسباب الرئيسية لتلوث هواء مدينة زي القاهرة، نمرة واحد عدد السيارات الخاصة والعامة وسائل المواصلات المختلفة اللي بتجري في شوارعها، والتي تقدر يعني وفق آخر إحصاء أنا شخصيا اطلعت عليه أنه أكثر من حوالي 60% من السيارات الموجودة في مصر موجودة في القاهرة. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، القاهرة محاطة بأعداد من المصانع الضخمة الملوثة للبيئة. رئة محدودة ومساحات خضراء منعدمة وكثافة سكانية مرتفعة جعلت القاهرة واحدة من أسوأ 10 مدن في العالم من حيث التلوث وجودة الهواء. نحن بحاجة إلى نوع من التوازن بين أنشطتنا الاقتصادية وأنشطتنا البشرية وجودة البيئة. نحتاج إلى العمل على ذلك وإلى إعادة النظر في نمط الحياة الذي نعيشه. مصر ليست وحدها، فقد شهد العالم أكبر انخفاض سنوي في انبعاثات الكربون منذ الحرب العالمية الثانية. تعافي بيئي غير مقصود بعد الإجحاف الذي تعرض له كوكب الأرض، ويبدو أن لا مستفيد من هذا الوباء القاتل سوى الطبيعة. في اليمن أجبرت الزيادة الكبيرة في أعداد الوفيات التي يحتمل أن يكون سببها فيروس كورونا المستشفيات المثقلة بالأعباء على التوقف عن استقبال المرضى وإعادة الكثيرين منهم، بينما تشهد مقابر البلاد تدفقا زائدا في أعداد موتى لم يعرف بعد سبب وفاتهم المفاجئ. هذا ما كان ينقص اليمن، لعنة كورونا. في مملكة حضرموت حضر الموت وزاد على ثقل البلاد ثقلا. وفي عدن قبور على مد النظر لا يعرف فيها سبب الوفاة، أهي حرب أم جوع أو وباء. عشرات القبور تقف شاهدة على هول كارثة يتسارع فيها عداد الموت المفاجئ. من البشر كثيرة اللي جابوها ومن أموات كثيرة يعني اللي وصلت عندنا، بالنسبة للوباء، بالنسبة للوباء المطر، وبالنسبة يعني هذه الأوبية اللي تحصل عندنا وما حد عارفين إيش بكثرة، يعني شيء غريب اللي وصلنا حنا في المقبرة عمره يعني ما حصل بالأيام بالسنين اللي راحت، هذه زي هذه الأموات، زي هذه الكميات العديدة من الأموات. اليمنيون متشبثون بعادات وداع موتاهم، تجمعوا في المقابر دون وسائل حماية غير آبهين بتربص كورونا لهم. الغسل والتكفين وحمل الميت تقاليد واجبة تمام وجوب الفاتحة بعد إيواء موتاهم الثرى. القطاع الطبي يقف عاجزا، حاله كحال منظمات دولية متخوفة من عدم قدرتها على سد فواجع تتوالى على رأس البلاد. وما يثير القلق للغاية هو أن لدينا الكثير من الأشخاص الذين يصلون تقريبا قتلى أو ميتين بالفعل، وبالتالي فإن معدلات الوفيات في مستشفياتنا مرتفع جدا. وبينما نشعر بالإرهاق، في الأيام الماضية في عدن على سبيل المثال اضطررنا إلى رفض المرضى لأننا لم يكن لدينا ما يكفي من الأكسجين والطاقم الطبي حتى نتمكن من علاج المريض. 5 أعوام أثقلت بأيامها وساعاتها أرواحا أنهكتها رباعية مرعبة، حرب وجوع وفيضان وكوليرا، ليأتي كورونا الفيروس الخبيث ويصيب بالرمد أعين البلاد.
وينضم إلينا دكتور أدهم محمد، مسؤول الترصد الوبائي في وزارة الصحة اليمنية. أهلا بك دكتور أدهم، مساء الخير. إذن هل يمكن لهذه الحملة التي دعت إليها طبعا الأمم المتحدة، حملة عاجلة لمواجهة هذا الأمر، حملة تبرع، أن تفي بالغرض؟ دكتور أدهم يبدو أنك لا تسمعني. نعم، يبدو أن الدكتور أدهم لا يسمعنا، في انتظار أن نعيد التواصل معه ونسترجع الاتصال. إذن سنحاول من جديد الاتصال بالدكتور أدهم عفوا، لنناقش هذا الوضع المأساوي الذي يعيشه اليمن، يعيشه سكان اليمن في ظل انتشار جائحة كورونا. ومن المعروف طبعا أنه من بداية هذه الجائحة انتشار الوباء كان التخوف والقلق عظيم بالنسبة لليمن، كونه يعاني أصلا من الكثير من الأزمات، بينها ضعف شديد في القطاع الصحي. سأحاول من جديد إذن التواصل مع الدكتور أدهم. دكتور أدهم، ما بعرف إذا عم تسمعني الآن، لكن كنت عم بسأل عن هذه الحملة العاجلة. الصوت مقطوع. نعم، هل ما يزال الصوت حقكم؟ نعم، يبدو أنه الصوت ما يزال، الاتصال متعثر مع الدكتور أدهم. نعم، إذن من يعني اليمن من بين أكثر الدول العربية طبعا خطورة لو تفشى هذا الوباء، نظرا للضعف الذي يعاني منه القطاع الصحي، نظرا للحروب والصراعات الذي يشهده، نظرا لسوء التغذية، نظرا لانتشار الكوليرا أصلا على أراضيه. إذن يبدو أن الدكتور أدهم يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور أدهم، سنحاول ربما بعد قليل. ننتقل الآن إلى خبر يتعلق بالطفلة اليمنية إيلين بلال العريف. على الرغم من أنها لم تتخطى الأربعة أعوام من عمرها، إلا أنها سجلت رقما جديدا في عالم التمثيل لتصبح أصغر طفلة تخوض غمار التمثيل الدرامي من خلال تشجيع والدها بلال الذي أوجد لها قناة على اليوتيوب راجت أعمالها كثيرا، خاصة تلك التي تتبنى مواضيع اجتماعية وفلاشات توعوية. وحنان تبع أشتر. معكم بلال العريف، صاحب قناة ألين تي في، وهذه ألونا بنتي اللي تساعدني في التصوير. وطبعا كانت بدايتها وعمرها يمكن سنة ونصف، لكن أول ما اكتشفت موهبتها من قبل لما كان عمرها سنة ونص هكذا، كانت تمثل لنا مشاهد احنا ما نتوقعها. ماما دابت بابي ايلو تحيل. في يوم من الأيام قلت أصورها بالصدفة، لقيت أن عندها الكلام صعب شوية النطق، ترجمته ولا زلت للآن أترجم بعض الكلمات. طبعا إمكانيتنا كانت بسيطة ولا زالت لحتى الآن، إحنا نصور بالجوال ونمنتج بالجوال، وطبعا أكتب الحوارات، إحنا نكتب الحوارات. وأكثر فيديو اشتهر في ذلك الوقت أول ما بدأت في القناة
هو الفيديو حق الصلاة. يا أبي. ها يا جدة. لو اشتريلي دواء ضحي يا عمي. طبعاً آلين في البيت طبيعية، يعني لما يجوا عندها ضيوف أو أسر يعني صح أنها تلعب معهم وتحب اللعب، إلا أنها تتأمر عليهم. رغم الإمكانيات البسيطة اللي معنا، لأن نحن نطمح أنه تتوفر لدينا مثلا كاميرا أو لابتوب، يعني عشان يكون عملنا أكثر جودة. لو يكون عندنا مثلا شركة إنتاج تتبنى العمل اللي معنا أو تتبنى آلين، أو يكون لديها إعلانات، إذا توفرت لدينا الكاميرات أو اللابتوب عشان الإنتاج والعمل، أكيد بيكون عندنا عمل قوي. الفيديوهات كثيرة، حوالي 150 فيديو اللي قدمناه، وأكثر الفيديوهات وصلنا في الترند، يعني وصلنا إلى ملايين المشاهدات، ولا حتى الآن معنا يمكن حوالي أكثر من 20 مليون مشاهدة للفيديوهات كاملة. نحن نطمح أن احنا نوصل لعدد كبير من المشاهدات وعدد كبير من المتابعين. والآن إلى هاشتاغ كورونا، ونرصد فيه اليوم تفاعل القطريين على مواقع التواصل الاجتماعي مع سلمان نجار، ينضم إلينا من الدوحة. مساء الخير سلمان، وأهلا بك سلمان. نبدأ مع هاشتاغ طبعا حول ردود الفعل المتعلقة بفيروس كورونا. للأسف يبدو أنه ما تزال هناك إصابات في قطر، نتمنى السلامة للجميع. مساء النور لك ديما، مساء النور لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. بالتأكيد موضوع كورونا هو موضوع الساعة في قطر، وإن كان ثمة نوع من التعود على موضوع كورونا، لكن أيضا اليوم كان ثمة رقمين لافتين في الحقيقة، هي أرقام الإصابات وأرقام التعافي. أرقام الإصابات هي لأول مرة تعبر 2000 أو لثاني مرة وهي الأعلى، وأيضا أعداد التعافي فوق 5000 لليوم الثاني على التوالي، وهذا أمر مبشر جدا. نعم الحمد لله. لكن أيضا ما نزال في مرحلة الذروة كما تقول السلطات، نعم كما تقول السلطات القطرية. نبدأ من حيث أول تغريدة عن ما رصدناه اليوم من ردود فعل الناس حول آخر الإحصاءات. يقول صلاح الدوسري الذي يضيف إلى اسمه جالس في البيت، يقول قطر تسجل أعلى نسبة 46% وأعلى عدد من الإصابات في اليوم الواحد ب 2355 إصابة. نحتاج مؤتمر صحفي مفتوح فورا، ويضع وزارة الصحة ويضع أيضا المتحدثة باسم اللجنة العليا التي وضعت للحديث عن موضوع كورونا، وهي اللجنة العليا لإدارة الأزمات. وأيضا يقول لدينا الكثير من الأسئلة والاستفسارات، ويضع آخر الإحصاءات المتعلقة بفيروس كورونا والتي تظهر بالفعل أعداد كبيرة من المتعافين وأيضا أعداد كبيرة من الإصابات لم تسجل سابقا. هذا يوم من الأيام التي تؤرخ هنا ضمن المرض وضمن انتشار الوباء في قطر. ننتقل فورا إلى خالد الجديع ابن قطر، يقول بعد نشرة حالات الإصابات والتعافي أمس من فيروس كورونا وازدياد حالات التعافي، ننتظر اليوم بشغف وتفاؤل نشرة اليوم. نسأل الله سبحانه أن يمن علينا وعلى بلاد الإسلام والمسلمين بزوال هذه الجائحة وتعود الحياة طبيعية وأفضل مما كانت عليه، ونحن متزودون أو متزودين كتب بالدين والإيمان، غرد على هاشتاغ قطر. منه ننتقل فورا إلى فيصل السليطي الذي كتب، يقول الطبيعي نوصل لعدد كبير من حالات الشفاء الآن، بين قوسين صار لنا شهور في فترة الذروة على كلامهم. المب طبيعي زيادة عدد الإصابات مع أنه صار لنا شهور بهالوضع وللحين في استهتار، بحسب فيصل السليطي. من فيصل ننتقل إلى مشاعل بنت حمد بن سحيم التي كتبت تقول وأرفقت كاريكاتير وتكتب مطار كورونا وارتفع إلا كما طار وقع، الأحداث الحالية توحي بنهاية قريبة
والله أعلم وهو أرحم الراحمين، وأوردت كاريكاتير لرسام الكاريكاتير الشهير هنا في قطر يورد الطائرة والطاقم الطبي كمن يرمي بالفيروس من الطائرة، وهو يقول للفيروس استعد للذروة، وهذا الكاريكاتير. منه ننتقل مباشرة إلى آخر تعليق في موضوع كورونا، ما وضعه المحامي خالد عبد الله المهندي الذي كتب يقول: رغم جائحة كورونا وعدد الوفيات بأمريكا، رغم فرض السلطات في مينيابوليس الجمعة حظر التجول، ورغم إغلاق البيت الأبيض بواشنطن، يخرج ملايين الأمريكيين للاحتجاج على الفساد ويرفضون العنصرية التي هي أخطر أنواع الفساد المجتمعي، ويرفق أيضا صورة لمتظاهرة أمريكية تكتب جاستس فور جورج بالإشارة إلى ما يحدث في مينيابوليس، وكانت هذه هي التغريدة الأخيرة التي نتناولها فيما يخص موضوع فيروس كورونا. نعم سلمان، الهاشتاج الثاني عنوانه لافت، يعني بيع كراسي جامعة قطر، ماذا يعني هذا العنوان؟ نعم، هذا العنوان أثار بعض اللغط هنا في الشارع القطري عقب نشره، حيث يقوم بعض الطلاب بحجز مقاعد في الفصل الصيفي في جامعة قطر، ليس لأنهم يحتاجونها بل ليحاولوا بيعها لآخرين من المحتاجين إليها، وخصوصا من يكون عندهم تخرج أو من يكون عندهم يعني ضرورة لأخذ هذه المساقات أو هذه المواد. يتم الاتفاق بين الطرفين بأن هو يسجل ثم يقول له سأنسحب مقابل مبلغ مالي، ينسحب في وقت معين ويقوم الآخر بالتسجيل محله، وهو ما أثار الكثير من اللغط في الشارع القطري، وحتى ارتفع ترند بيع كراسي جامعة قطر وقامت الجامعة بالرد أيضا. لنبدأ من جاسم العلي الذي كتب يقول وأورد هذه التغريدة: شوفوا لنا حل مع البياعة اللي صايرة في مواد الصيفي، ناس محتاجين ومو بمحصلين، أتمنى زيادة الطاقة الاستيعابية للمواد، الكورس أونلاين والكلاس بدل ما يكون 40 طالب بس ارفعوه إلى 60، ووضع هاشتاج جامعة قطر وبيع كراسي جامعة قطر، ووضع أيضا عدد من المنشن لعدد من الأشخاص مثل رئيس جامعة قطر وأيضا جامعة قطر، وأورد هذه سكرين شوت من أحد محاولات بيع بعض المواد أو بعض الكراسي في جامعة قطر، وتظهر مثلا 1500 ريال لماث 2 واستات 4500 ريال والدفع بايبال، وما أثار الكثير من اللغط في الحقيقة في الشارع القطري وأيضا بين المتابعين على موقع تويتر. ننتقل إلى أبينا التي كتبت تقول: المفروض أن الجامعة تفتح المواد أول شيء للخريجين، لأنه بسبب هالمادة اللي ما قدر يسجلها بيتأخر فصل كامل، يعني الحين هو شو ذنبه يتأخر فصل كامل عشان مادة وغيره قاعد يبيعها ويستغل هالخريج، وهالأشكال لازم تتحاسب بأشد العقوبات، وغردت على هاشتاج بيع كراسي جامعة قطر. منها ننتقل فورا إلى يوسف الخليفي الذي كتب يقول: مثل هذه الظواهر لا يمكن أن تظهر على السطح إذا كان الوعي موجود، صور استغلال القطريين كثيرة ومتنوعة، مثل المدرسون الخصوصيون، تجار الأبحاث إلى آخره، والآن بيع كراسي جامعة قطر، والسبب واضح وهو الصورة النمطية الواقعية التي تكونت لدى الغير، وهي بين قوسين وضعها القطري دفيع، وهو يستنكر مثل هذا الوصف بالتأكيد، ويشجب ما يقوم به البعض من بيع الكراسي أو بيع مقاعدهم في بعض الحصص أو بعض المواد. ننتقل مباشرة إلى غانم بن محمد الذي كتب يقول في تعليق ساخر: مقاعد الصيفي في جامعة قطر صارت تنافس مقاعد القطرية، وغرد على هاشتاج بيع كراسي جامعة قطر، وهو أمر لم ألحظ سابقا شخصيا أن القطريين تداولوه، لكن ربما لأنه هذه السنة كان موجودا فإن القطريين تداولوه بكثرة. ننتقل أخيرا إلى جامعة قطر التي كان لها رد عبر حسابها في موقع تويتر، والتي كتبت تقول بأن الجامعة
تؤكد حرصها على مصلحة جميع طلبتها وتقديم فرص تعليمية متكافئة تضمن لهم جميعا الحصول على تعليم نوعي وفق المعايير الأكاديمية العالمية. ما تم تداوله مؤخرا بشأن إساءة استخدام نظام تسجيل مقررات الفصل الصيفي صيف 2020 بشكل غير مناسب، وأكدت الجامعة أن أنظمة الجامعة لا تدعم هذا الأمر وأنه يعتبر خرقا للوائح التنفيذية والمنظمة لتسجيل المقررات كما قالت جامعة قطر، وبذلك ربما تخفف كثيرا من هذا الترند الذي يتحدث عن بيع مقاعد في جامعة قطر. وبما قالته جامعة قطر ننهي إطلالتنا على أبرز ما تداوله القطريون حول فيروس كورونا وحول بيع مقاعد جامعة قطر الذي تداولناه أيضا ضمن هذه النافذة، وعودة إليك في الاستوديو. نعم سلمان، شكرا جزيلا لك، ونتمنى السلامة للجميع، ونلتقي الأسبوع المقبل. فاصل قصير مشاهدينا تتابعونا بعدها. في فقرة الفن زمن كورونا نلتقي بالفنان حيان منور ليحدثنا عن معرضه الافتراضي أبطال التجربة. في فقرة كورونا في مختلف العالم نيجين وفوتو آخر إناث الكركدن الأبيض الشمالي مهددتان بالانقراض بسبب الإغلاق. وفي فقرة مبادرات ضد كورونا نتوقف عند مشروع تونسي لإتلاف النفايات الطبية إتلافا سليما من دون ضرر بيئي. أهلا بكم من جديد. أطلق جاليري المرخية في الدوحة أول معرض افتراضي له منذ بدء أزمة كورونا للفنان الفلسطيني حيان منور تحت عنوان أبطال التجربة. يضم المعرض أعمالا فنية تسلط الضوء على مواضيع الخوف والوحدة والطفولة. نشاهد مجموعة من هذه اللوحات ثم نستضيف الفنان. وينضم إلينا من الدوحة حيان منور الفنان الفلسطيني. مساء الخير حيان وأهلا بك. إذا لنستمع بداية عن تجربتك الفريدة طبعا في العرض افتراضيا، يعني بعد جائحة كورونا الكثير من الجاليريات أو دور العرض طبعا بدأت بهذه الخطوة لكنها ما تزال محدودة. كيف كانت هذه التجربة بالنسبة إليك؟ بداية مساء الخير، بحب أحييكم وشكرا على الاستضافة، وأشكر كمان جاليري الملخية على المبادرة طبعا اللي كانت سباقة في بداية الأزمة، يعني بحكم الجائحة اللي كانت موجودة كانت مبادرة جدا إيجابية. تجربتي يعني إذا بدنا نحكي بشكل عام وبعدين نيجي على إسقاط تجربتي على الجائحة أو على الحال اللي نحن هلأ عايشينه، أنا تناولت فكرة الجدار من فترة اللي هي كانت عبارة عن تجسيد لفكرة
جدار فصل العنصري في أراضينا المحتلة فلسطين، وكيف أنه هذا الجدار عم بيحجب الرؤية عن أهل البلد. يعني أنت شخص عادي موجود في حاجب أمامه عم بيحجب عنه حتى النظر إلى الأمام. فهذا البحث إذا بدنا نقول تطور معي خلال هذه الفترة لوصلنا لأيامنا الحالية اللي نحن عايشينها، وكنا عم نحكي مع جلال الملخية. فإذا بدك عم نعمل مقارنة أو مقاربة بين الفكرتين، فهو الحالة اللي نحن عايشينها هي عبارة عن حاجز. يعني ما في الظرف الحالي طرح سؤال عند الكل أنه ماذا بعد وما الآتي وشو اللي حيصير في المستقبل، وطبعا انعكاسات هذا السؤال علينا كأفراد. بحكم تجربتي الفنية طبعا الشيء لازم ما يوقف يعني عند السؤال، ولكن يتجاوزه بتجربة، بتعبير عن فكرة، ببث رسالة أمل صحيح. للناس لحتى يتخطوا هذه المرحلة، وإن شاء الله يعني نوصل لأيام أفضل، ويعني تتحرر كل هذه الحواجز اللي نحن عم نعيشها. نعم، إذن يعني أنت والجاليري أوجدتم صيغة مشتركة إذا فينا نسميها بين الرسوم اللي كنت حابب تعرضها وبين ما يعيشه اليوم العالم من هذه الجائحة. وطبعا قرأنا أن المواضيع متعلقة بالطفولة صحيح. والوحدة والخوف، وهي كلها مشاعر اليوم تتكرر بشكل يومي أو لحظي نعيشها. نعم صحيح. هلا كمان من اذا بدنا نقول من ايجابيات الظرف الحالي اللي نحن عايشينه انه العالم كلها في حجر صحي طبعا، وفي المنازل وبترقب دائم على منصات التواصل الاجتماعي. فهذا اذا بدنا ننظر له من ناحيه ايجابيه، هو يمكن اثرى العمل الثقافي او الفني. يعني في مقوله هيك قريتها من ضمن الشغلات اللي كنا نقراهم بمنصات التواصل الاجتماعي، انه تخيل منصات التواصل الاجتماعي بدون مثلا خبر، بدون لوحة، بدون قصيدة تعبر عن فكرة، فحيكون في فراغ كبير. طبعا هذا الشيء أثر بشكل إيجابي أنه في كم هائل من المشاهدة، يعني إحنا عم نحكي بتقريبا عدد كبير من البشر طبعا لا حدود لهذه الجائحة، قاعدين في بيوتهم وعم بيشاهدوا أي شيء أنت عم تعرضيه، أي شيء أنت عم تعبري عنه. فهذا بحد ذاته كمان أثرى التجربة اللي قام فيها جاليري المرخية. صحيح. حيان، طيب اللوحات كيف كمتلقي يعني. نعم، كيف تفاعل المتلقي أو المتفرج الجمهور مع موضوعاتها، خاصة وأنه هو معرض افتراضي، يعني فكرته أيضا غريبة. طبعا بحكم حتى أيامنا الحالية، يعني كل العالم هلأ تقريبا بتقضي وقت كبير من يومها على هذه المنصات، فالوصول لهذه المنصات ليس بالأمر الصعب إذا بدنا نحكي، ولكن هي الفرادة في التجربة. يعني نحن متعودين أنه نشوف اللوحة على الحائط في جدار أحد المعارض ونقوم نزور، طبعا أكيد في رونق لهذه الحالة اللي هي التواصل مع الفنانين، النقاش، الحوار مع العمل بشكل مباشر أكيد بيكون له أثر. ولكن كمان إذا بدنا نقول استخدام هذه الوسائل اللي هي نحن هلأ إذا كانت نوعا ما عم نستخدمها كنوع من الرفاهية أو في وقت الفراغ، طرحت علينا تساؤل أو طرحت علينا تحدي أنه لا هلأ شبه يعني حاجة إنه هذه أداة تكاد لا تتجزأ عن يعني أدواتك اليومية اللي أنت لازم تستخدمها بإتقان شو ما كان مجال عملك لا تقدر تعبر من خلالها. نعم حيان، إذا بدنا نحكي شوي عن تجربتك انطلاقا من التجربة التشكيلية الفلسطينية، يعني مرت بأطوار عديدة وأنت أكثر العارفين بكل تأكيد، يعني من النضال المسلح إلى الانتفاضة إلى كل أطوار السياسية انعكست على واقع الفن التشكيلي الفلسطيني. كيف هي تجربتك مع موضوع فلسطين تحديدا بلوحاتك؟
فلسطين بلوحاتي هي الأمل، هي الحلم اللي دائما يعني نحن بنحلم إنه يجي يوم من الأيام ونشوف هذه الأرض يعني بأعيننا، تلمس رجلينا أراضيها المقدسة. طبعا الفكرة يعني شو مكان يعني توجه الفلسطيني في أي بقعة من بقعة على الأرض، بتلاقي إنه في قسم كبير من 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 قلبه وعقله هو مكرسه للتعبير عن هذا الحنين أو هذا الحق اللي هو تم سلبه إياه من فترة. يعني إذا بدنا نحكي عن تجربتي، مثل ما حكيت بداية، أنا تناولت فكرة القمع، إذا بدك حتى أخذته لم يعني فكرة عامة، ما رحت جسدت الجدار بحيثيته كجدار، ولكن أخذتها كفكرة مجردة إنه أنا شخص حر عايش مثلي مثل كل هذه البشر، أعبر عن رأيي بحرية، أعيش يومي بحرية، ولكن إجا شخص ووضع جدار أمامي، حجب عني حتى حق الرؤية. يعني هاي الفكرة اللي كانت مستفزتني، إنه حتى الرؤية هو لا يريد مني رؤية أملي أو هدفي بشكل كامل. فبتلاقي لوحاتي ركزت على الأمل، إنه هو عبارة عن نصف دائرة ذهبية ويريد أن يراها كاملة حتى يصل إلى أمله ويتخطى هذا الجدار. نعم، تأكيد لا يمكننا التخلي عن الأمل. حيان لا لا لا. نعم حيان منور، إذن الفنان الفلسطيني شكرا جزيلا لك، ونتمنى أن المعرض قريبا ينفتح على فضاءات ليس فقط افتراضية بعد انتهاء هذه الجائحة. شكرا جزيلا لك. في كينيا تم إيقاف عملية إخصاب آخر أنثيين من فصيلة الكركدان الأبيض الشمالية الذي يوشك على الانقراض في المختبرات بسبب قيود السفر المفروضة نتيجة فيروس كورونا، حيث لجأ العلماء إلى إنشاء أجنة من بويضات تلك الإناث والحيوانات المنوية المجمدة لذكور متوفين من الفصيلة ذاتها، لكن قرارات إغلاق الحدود حالت دون إيصال تلك البويضات الملقحة وإتمام عمليات التلقيح الصناعي. ناجين وابنتها فاتو الوحيدتان المتبقيتان من سلالة السودان، آخر ذكور وحيد القرن الأبيض الشمالي، المتوفى عام 2018 في حديقة كينيا. فرص هاتان الأنثيان في التكاثر والإنجاب الطبيعي انعدمت مع انقراض أبناء جنسهما. التلقيح الصناعي هو ما لجأ إليه العلماء. بويضات الابنة والحفيدة تم جمعها مع حيوانات منوية مجمدة لذكور متوفية للحصول على أجنة حية تعيد النسل شبه المنقرضة إلى الحياة. بالنسبة للأنثيين لن يكون لديهما فرصة بعد الآن لإنجاب الأطفال بطريقة طبيعية، ولكن الأمل الوحيد هو إنقاذهما بالتلقيح الصناعي. ليس الصيد الجائر وحده ما يهدد وجود آخر سلالة لوحيد القرن الأبيض الشمالي. قرارات إغلاق كورونا كانت لهما بالمرصاد أيضا. ثلاثة أجنة لقحت وتم حفظها في النيتروجين السائل بانتظار فتح الحدود. إن عملية تلقيح الأنثيين يتم العمل عليها، ولكن كورونا يقف في وجهها، لذلك يتم تأجيل العملية. أقصد عملية جمع المزيد من بويضات تلك الإناث الملقحة من الحيوانات المنوية المجمدة لوحيد القرن الأبيض الشمالي وإدخالها إلى رحم أنثى وحيد القرن البيضاء الجنوبية كأم بديلة. قرون هذه الحيوانات المسكينة التي يضاهي سعرها ذهبا كانت السبب الأول والأخير لسعي المجرمين وراءها، حيث تباع بأسعار مرتفعة ليقتنيها الأثرياء ويعلقونها على جدران منازلهم أو لاستخدامها كمواد علاجية تقليدية. قيل زورا إنها تشفي من بعض الأمراض.
تعد عملية التخلص من النفايات الطبية التي تخلفها مواجهة فيروس كورونا تحديا بحد ذاتها، نتيجة للتخوفات من إمكانية عودة الفيروس من خلالها في حال لم يتم التأكد من القضاء عليه. عدد من المراكز المختصة في إتلاف نفايات طبية انخرطت في مواجهة الوباء، وكانت الحلقة الأخيرة في المواجهة قبل أن يتم بعدها دفن هذه النفايات بطريقة تضمن عدم عودة الفيروس من خلالها. وطبعا الحديث عن تونس. تطول مواجهة كورونا ولا تقصر، لكنها حتما تنتهي هنا. في هذا المركز يتم التخلص من أدوات المعركة حتى لا يسمح للفيروس بأن يعود من جديد. تحت حرارة عالية يقوم العمال بتدمير نفايات المستشفيات التي تواجه الوباء، على أن يتم تجميدها لاحقا ليتم التأكد من انعدام أي إمكانية لبقاء الفيروس. نحن دورنا هو جمع ومعالجة النفايات الطبية الخطيرة في الأزمة الوبائية هذه. دورنا فعال، ما توقفناش معناها منذ معناها انتشار الوباء، كثفنا في الاحتياطات. من بين 9 مراكز يستقبل هذا المركز مئات الأطنان من نفايات المستشفيات وبقايا الأدوات المستعملة في مواجهة وباء كورونا، حيث يتم التعامل معها بحذر شديد للحيلولة دون حدوث انتكاسة غير متوقعة. تمكن هذه المراكز من التحكم بشكل كبير في نفايات المستشفيات التي تكافح من أجل القضاء على الوباء، لكن السيطرة على أثاره قد لا تكون تامة، خاصة تلك التي يخلفها المواطن في محيطه اليومي بعيدا عن أعين الهياكل الصحية والبيئية. مسار آخر تذهب فيه نفايات عملية مكافحة الفيروس بعيدا عن الحذر الذي تنتهجه المستشفيات في تدمير فضلاتها. وزارة المحلي يجب مع وزارة البيئة يجب عليهم أن يقوم ببرنامج خاص وتكوين سريع لأخيانا اللي يقوموا بعملية جمع النفايات من الأنهج وكيفية التصرف فيها، وخاصة كيفية إلقاها في المصابات العامة. يجب عليها أن تمشي إلى منطقة الحرق. تختلط النفايات الطبية مع النفايات اليومية التي يخلفها الناس بسبب غياب الوعي لدى فئة كبيرة من المواطنين بخطورة الفيروس. فبالرغم من التقدم الذي حققته تونس في مواجهته، قد يكون هذا التصرف سببا في عودته من جديد. علي الجسمي، العربي، تونس. وتنضم إلينا من تونس سندس بنوري، صاحبة مشروع وحدة معالجة النفايات الطبية الخطيرة. أهلا بك سيدة سندس. إذن يعني النفايات الطبية بشكل عام هي أمر حساس جدا ومعقد وفي غاية الخطورة، بماذا تختلف النفايات المتعلقة طبعا التي يخلفها فيروس كورونا عن النفايات الطبية الأخرى في هذا المجال؟ الاختلاف، شكرا على الاستضافة وعلى الاهتمام بهذا الموضوع. بالنسبة للنفايات الطبية الخطيرة تختلف بالطبيعة عن النفايات العادية بما أنها ناقلة للعدوى، لذا معناها القانون التونسي انخرط في القوانين الدولية كونفنسيون دو بال وستوكهولم لحسن التصرف والتصرف الأمثل للتخلص من النفايات الطبية الخطيرة. نعم، طيب سيدة سندس، بما يخص هذا المشروع تحديدا، يعني بالتأكيد هي فكرة عظيمة لكنها ربما تتوج بشكل أفضل لو تعاونت يعني كافة الجهات المسؤولة عن هذا الموضوع، فبالتأكيد أنتم بحاجة إلى تعاون وزارة الصحة وهيئات صحية أخرى، صحيح؟ فعلا، في والحال في تونس هو الحقيقة معناها ثم اتفاقيات ما بين وزارة الصحة وما بين الشركات المتواجدة في تونس وتتمثل في صفقات إطارية، صفقات خاصة. تعمقت هذه الصفقات للتخلص من النفايات بإثر انتشار فيروس كورونا مع لي سونتر دو كونفينمون، معناها
مواقع الحجر الصحي حيث وقع الاتصال بنا من وزارة البيئة ووزارة الصحة، وقع التنسيق بين مختلف الوحدات الموجودة في كامل تراب الجمهورية، وحاولنا باش معناها لي سونتر دو كونفينمون الكل موجودين والمستشفيات. نعم، مراكز الحجر تنتج النفايات اللي مراكز الحجر الصحي والمستشفيات اللي منتجة للنفايات الطبية اللي تحتوي على فيروس كورونا، حيث وقع احكام التصرف في هذه المرحلة في النفايات الطبية الخطيرة. نعم، طب سيدة سندس، لو تطلعينا على مراحل إتلاف هذه النفايات، ما هي المراحل التي تتبعونها خاصة طبعا النفايات المتعلقة بفيروس كورونا؟ يقع في مرحلة أولى تزويد المستشفيات ومراكز الحجر الصحي بأكياس معدة للغرض، إما أكياس بلاستيكية أو معناها دي كوليكتور ديغوي معدة للنفايات الواخزة والقاطعة. وبعد في مرحلة ثانية يقع تنقل للمؤسسة للوحدات، حيث تتكفل أعوان المؤسسة المكونين في نقل النفايات هذه إلى الوحدات معالجة النفايات الطبية، ومن ثم رحي وتعقيم عن طريق آلات رحي وتعقيم تصل إلى درجة حرارة 150 درجة، حيث يتم القضاء نهائيا على الفيروسات اللي ناقلة للعدوى. وفي مرحلة أخيرة يقع نقل هذه النفايات اللي أصبحت غير لا تمثل معناها خطر على البيئة وعلى الإنسان إلى المصبات المراقبة، حيث يقع دفنها نهائيا. نعم سيدة، مختلف المراحل اللي تمر بهم. نعم، عملية جمع. نعم سيدة سندس بنوري، إذن صاحبة مشروع وحدة معالجة النفايات الطبية الخطرة من تونس كنت معنا، شكرا جزيلا لوجودك ومشاركتك معنا، وشكرا لك على هذه المبادرة. شكرا. ونختم حلقتنا مع فيديو من منصتنا على الانترنت أنا العربي، وقصة اليوم عن أول قاضية مسلمة محجبة في بريطانيا. نترككم إذن مع هذا الفيديو ونلتقي غدا عند الرابعة بتوقيت غرينتش، السابعة بتوقيت القدس. خليكم بالبيت، إلى اللقاء.